انطلاقة أحمد وياسف القصيم بتكون من محافظة النبهانية، وطوال الرحلة بيرافقونهم صديقينهم سعود وفيصل. النبهانية تقع في الجزء الغربي لمنطقة القصيم، شرق جبل أبان الأسمر، يمر بجانبها وادي الرمة على بعد 5 كيلومتر، وتبعد عن مدينة بريدة 140 كيلومتر، وعن محافظة الرس 50 كيلومتر. جبال آبان أو أبانات جبلين شهيرين وسط شبه الجزيرة العربية قديما وحديثا، ويقعان غرب مدينة النبهانية. آبان الأسمر اللي كان يعرف قديما بالأسود، وآبان الأحمر اللي كان يعرف بالأبيض. آبان الأسمر يقع شمال مجرى وادي الرمة، وحوله عدد من القرى والأودية والشعاب. يقال أن المنطقة زمان كانت مليانة بالغزلان والوعول والطيور البرية. هالجبل الشامخ التاريخي معروف بجماله وروعته، تغنى به الشعراء ووصفه الأدباء وتقاتلت القبائل بسببه. ومن آثاره غار الشيخ قرناس بن عبد الرحمن القرناس، اللي كان له دور بطولي في حملة إبراهيم باشا على نجد سنة 1231 هجرية. هدف أحمد وياسا رحلة هايكينج للوصول لأعلى قمة في الجبل. كم مشينا مسافة لحد الآن؟ تقريبا كيلو كيلوين. ما بعد الحين بيبدأ، الحين اللي بتمشيه. الرحلة انطلقت والشباب بيمشون بعض المسافة للقاء بفريق سعودي هايكينج اللي بيرافقهم في المغامرة. أخيرا. أنت عارف قلت له يا أحمد لا نتأخر عليهم، لا نتأخر. قال إلا عادي. والله تأخرتوا كثير يا أخي. كابتن علي كيف حالك؟ يا طيب. مرحبا حياك الله. دائما نسمع عن الجبل وإحنا في المحافظة الجميلة هذه، محافظة النبهانية، صح؟ إيش فيه هنا؟ كيف الطرق؟ هذه جبال أبيان الأسمر، ارتفاعها حول 1100 متر. 1100